وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا المستشار القانوني الدكتور حسام فلاتة. أهلا بك دكتور حسام. بداية دعنا نتحدث عن تعرض أكثر من 5 ملايين كما أشار التقرير شخص في المملكة للجرائم الإلكترونية. برأيك ما الحل الجذري للحد من هذه الجرائم؟ أمثلك بخير أوراً أخويا نايف وعلى السادة المشاهدين. طبعا الاحتيال بطبيعة الحال هو موجود في التجارة الإلكترونية كما هو موجود في جميع المجالات، لكن يمكن يزداد في التجارة الإلكترونية بحكم طبيعة التجارة الإلكترونية وارتباطها بالتقنية. ارتباطها بالتقنية يجعل دائما في هناك تطور وحلول مبتكرة لعمليات الاحتيال، فبالتالي لابد أيضا موجود حل جذري لهذه العملية. في رأيي الشخصي أنه الاحتيال حتى يتم تطبيقه لابد من تضافر الجهود ما بين 3 أطراف اللي هي المستهلك والدولة الممثلة في وزارة التجارة والتاجر. لابد أن كل يقوم بدوره حتى يتم تخليص عمليات الاحتيال، لأنه هي بكل أمانة هي تؤثر على الجميع، تؤثر على المستهلك وثقة التجارة الإلكترونية، كذلك الدولة تتأثر من خلال التأثر بتخفيض عمليات التجارة الإلكترونية فبالتالي تؤثر على الاقتصاد، كذلك التاجر أيضا يتأثر بضعف الثقة في التجارة الإلكترونية وتقل عمليات البيع عنده، فبالتالي لابد أن يقوم كل منهم بدوره حتى يتم تقليص هذا الاحتيال. بالنسبة للمستهلك اللي هو دائما يكون حلقة الأضعف، أعتقد أنه لابد يكون هناك وعي كامل في كيفية التعامل مع البيانات. اليوم إحنا في عصر البيانات والمعلومات كلها تتم من خلال استفادة من البيانات. في عندنا حقيقة ضعف في كيفية التعامل مع البيانات. المستهلك يتهاون في تقديم مجموعة من البيانات لمن يعتقد أنه هو تاجر. التجارة الإلكترونية من خصائصها التعامل مع شخص مجهول، تشتري منتج غير قابل أنك تفحصه وتعاينه بشكل حسي، فبالتالي تزداد عملية النصب والاحتيال. المعلومات لا تقدم إلا لمواقع معروفة أو ممارس تجارة إلكترونية يكون معروف أو موثوق. الحقيقة موقع معروف الآن وفر لنا يعني خدمة كبيرة في هذا الجانب، باستطاعة أي مستهلك أنه هو يتأكد من موثوقية هذا المتجر الإلكتروني من خلال منصة معروف اللي هي طبعا مبادرة من وزارة التجارة مع شركة ثقة. أيضا منصة معروف هذه تساهم في الاطلاع على الريفيو أو الآراء المستهلكين حول هذا المتجر، هذا يعطي يعني زي ما نقول دلالة على مصداقية هذا الموقع. يعني نفهم من كلامك دكتور حسام أن منصة معروف هي الجهة الوحيدة للتحقق من يعني جدية هذه الشركة وإعلاناتها هل صحيحة أو لا؟ طبعا هذا يعني أفضل خيار للمستهلك، لكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تساعد على معرفة هل هذا المتجر هو متجر حقيقي أو أنه هو يبيع الوهم. المتجر الإلكتروني أو الممارس التجارة الإلكترونية إذا كان موجود في معروف، فبالتالي هنا أنت قاعد تتعامل مع شخص موثوق. ليش؟ لأنه أنت ما تحصل على شهادة الموثوقية إلا من خلال تقديم مجموعة من البيانات التي تمكن الجهات من الوصول إلى هذا البائع أو إلى هذا المتجر. كيف أعرف أن هذا الإعلان فيه احتيال يا دكتور؟ يعني بطبيعة الحال إذا كنت تشتري من متجر معروف فبالتالي أنت لا تقلق، لكن إذا كنت تشتري مثلا من ممارس لا قد ينتحلون الموقع يا دكتور. يعني مثلا خليني أذكر أي مثال، في متاجر معروفة وقد يكتب بنفس الاسم ونفس الصيغة، كيف أعرف أنا كمستهلك بسيط أن هذا المتجر غير صحيح حتى ولو كان تقليدا؟ تمام، ممكن من خلال الدومين اللي يتم من خلاله الإعلان، صفحة الويب سايت اللي يتم من خلالها الإعلان، هل هي صفحة الموقع الأساسي أم لا، لأنه من الاستحالة بمكان أنه يكون في دومين لشركة حقيقية وشركة وهمية. أضف إلى ذلك إذا كان هناك في مثلا انتهاك للموقع الإلكتروني حيكون في هناك إعلانات من قبل المتجر أن تم اختراق المتجر، وبالتالي يستطيع ذلك أن يعلم أنه هذا المتجر الآن لا تتعامل معه لأنه هو مخترق.